يقول: يرجو التفسير الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها حرام عليها رائحة الجنة. الحديث وإن كان بلفظ قريب من هذا اللفظ لكن معناه أنها إذا خلعت ثوبها تأهبا لفاحشة، أما إذا خلعت ثيابها عند صديقة لها وليس في البيت رجال فلا بأس بذلك ما دامت الفتنة مأمونة. ومن الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. فعلى ذلك المحذور في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها، المحذور هو فعل ذلك تأهبا للفاحشة عياذا بالله من الفواحش.